السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل أينما كنتم حياكم الله نحن اليوم الجمعة عفوا السبت 19 أكتوبر 2024 والساعة العاشرة وعشر دقائق مساء بتوقيت الجزائر وهذا حديثي إليكم مباشرة عبر اليوتيوب وعبر الفيسبوك وعبر التيك توك أزل فلاون إخواني حياكم الله أينما كنتم حيا الله الأحرار بداية صراحة فقط قبل ندخل قبل قليل وأنا تابعت بعض الأخبار أخبار غزة طبعا جرائم هذا الكيان الصهيوني الإجرامي هذه الجرائم الإرهابية لا تتوقف أخبار الآن تقول أنه أقدم على قتل 73 شخص أكثرهم نساء وأطفال في بيت لاهيا في أقصى شمال غزة وجرح العشرات في واحدة من المجازر الكبرى الذي يقدم عليه هذا الكيان ويستمر فيها لليوم الثلاث مئة نحن اليوم في اليوم 379 مئة وتسعة وبدعم غربي أمريكي بشكل خاص لم يسبق للعالم أجمع أن شاهد قتلا للمدنيين وللبشر كما يحدث الآن على المباشر ويستمر القتل ويستمر يوميا منذ أكثر من سنة الشعب أراد الحياة شعب يريد أن يسترجع أرضه جزء من أرض غزة هذا التي يحدث فيها القتل هي واحد في المية فقط من أرض فلسطين التاريخية. وقد كانت محاصرة ومجوعة ومقيدة لما يقارب العشرين عام وقبل ذلك كانت محتلة ولا تزال وهي في حكم القانون الدولي تحت الاحتلال لأن يعني بعض الناس ما زالوا يكررون ويقولون أن هم اللي خربوا فيهم كما كانت تنشر المخابرات الإرهابية في بداية الأحداث في أكتوبر العام الماضي وكما يقول صهاينة العرب في أي مكان كانوا يقول لك أنهم هم الذين بدأوا من الذي بدأ؟ آه الفلسطينيين هم اللي بدأوا يوم سبعة أكتوبر يعني عجيب كان الناس لا ترى ولا تفهم ولا تسمع ان هذا الشعب عنده 75 سنه تحت الاحتلال، 75 سنه ليست 75 اسبوع ولا 75 شهر، 75 سنه وعندما اقام ابو ابراهيم الاسطوره الذي دخل التاريخ باعتباره ربما باعتباره احد اعظم اساطير الذي سيتحدث عنها التاريخ طويلا ويتداولها الناس وتمضي قصصا اليوم كنت نتابع في اليابان في اليابان يتحدثون عنه يرسمون له الصور تكتب فيه مقالات تقال فيه أشعار في اليابان لأن الشعوب في ال... عمق نتاعها هي شعوب على الفطرة أو على الأقل تعرف الحق من الباطل إجمالاً رغم كل التلاعب والخداع والمكر والبروباغاندا والمزاعم والأكاذيب والبهتان الذي من فك هذا الكيان وداعميه ينشرونها بلا حدود إذا الحقيقة أن سبعة أكتوبر كانت قطرة أو كانت القطرة التي فاض فيها كأس المرارة لشعب فلسطين وخاصة في غزة فأقدموا وأقدم أبو إبراهيم ومن معه على تغيير التاريخ على قلب العالم رأسا على عقب وهذا القتل كان يجب لو نظروا إلى قوانينهم الدولية لو نظروا إلى ما يتحدثون عنه عن قيم إنسانية خاصة في الغرب لكانوا أوقفوا هذا الكيان عن إجرامه قبل سنين طويلة لكن أوقفوا هذا الكيان عن إجرامه وهم يعترفون على الأقل القوى الغربية تعترف أن الأراضي التي احتلت بعد السبع وستين هي أراضي محتلة وهي تساوي 22% من أرض فلسطين التاريخية مع أن القانون الذي قسم أرض فلسطين بين الفلسطينيين واليهود القرار الأممي والذي أصبح قانونا دوليا كان قد أعطى الفلسطينيين 45% أي أن الصهاينة أخذوا 55% بالقرار الأمم المتحدة الظالم ثم احتلوا 23% أخرى وضموها وأصبحت إسرائيل تسمى إسرائيل كلها ثم لاحقوا الفلسطينيين في 22% التي بقيت ثم يأتي بعض السفهاء ويقول لكم اللي بدأوا هذا أمر غريب. هذا أمر غريب. ولكن إذا كان هذا الأمر الغريب مفهوم لدى القوى الكبرى، القوى الغربية ليست شعوبها فأكثرية الشعوب الغربية في الحقيقة انتفضت، غضبت، عبرت، سجلت موقفا. لكن الحكومات الغربية في مجملها على استثناءات قليلة تساند هذا الكيان حتى وإن امتعضت منه، حتى وإن انزعجت منه، حتى وإن غضبت من تصرفاته، لكنها تدعم هذا الكيان، لأن هذا الكيان كما قال أحدهم كبار القوم في أمريكا، قال إنهم أعيننا وآذاننا هناك، هذا الكيان هو قاعدة عسكرية، صناعية، تجسسية، تخريبية. للقوى الغربية في المنطقة لكي تظل هذه المنطقة كسيحة وأسيرة وخاصة بعد أن أصبحت أغلب الدول دول المنطقة العربية تحكم من طرف صهاينة العرب أحد الناس علق وأرسل لي مساعد التعليق قال لي راك يقول إنك تسب العرب عندما تقول صهاينة العرب عجبت كيف يسب العرب وأنا عربي وأنا من العرب وقلت عدة مرات قلت أنا عربي تجري في دمائي دماء أمازيغية. إنما نحن ننتقد نحن لا نسب نحن ننتقد ونعترض ونواجه المجرمين الحكام وأذنابهم وذبابهم وإن كان معركتنا مع الحكام لأننا نعرف أنه جفف المستنقعات يختفي البعوض لأن يعني الأذناب والذباب هؤلاء تبع مرتزقة سواء كانوا يزعمون أنهم صحفيين أو إما أو قضاة أو مخابرات أو هؤلاء مرتزقة جعلوا رزقهم أنهم يكذبون جعلوا أن يقول لك الخبزة الخبزة هو أن يقلب الحق باطل والباطل حق الخبزة هو أن ينشر الأكاذيب والبهتان الخبزة هذه هذه مش خبزة هذا هذه لعنة تصيبكم في الدنيا وما عند الله أعظم لا أخي إحنا لا نسب العرب أنا أصلا لا أسب اليهود كيهود ولا أسب الهنود كهنود ولا أسب ال... أي جنس أي عرق فما بالك أنا أسب العرق الذي أنتمي له وفي جسد دماؤه مثل الدماء الأمازيغية لا أبدا إنما ننتقد الحكام المجرمين وكلمة الصهاينة العرب هذا وصف لجزء من الناس الذين تبنوا موقف ذبح الفلسطينيين مع ما تفعل به تل أبيب هذا الصهاينة العرب أما الشعوب في أغلبها وفي مجملها هي مع فلسطين وإذا كانوا ناس مهمش عرب راهم مع فلسطين فما بالك بالعرب أو بالأمازيغ أو بالأكراد أو بالتركمان أو بالأفارقة أو هذا أقرب إليهم هذا أقرب إلينا وإليهم إذا كان الناس ينتفضون في أستراليا وفي اليابان وفي كوريا وفي كندا وفي بريطانيا وفي ألمانيا فما بالك بالآخرين إنما هي الشعوب المجرمة الحكام المجرمين الذين جعلوا الشعوب أخضعوها إخضاعا رهيبا، أما الشعوب في مجملها هي شعوب طيبة وشعوب تبحث عن الحق ولكنها مستضعفة هذا لا ينفي أن للشعوب مسؤولية لا ينفي أن على الناس أن تنتفض من أجل الحق إذا كان هناك بعض كبار المسؤولين أو مسؤولين في الغرب أساتذة جامعيين بروفيسورات في جامعات كبرى طلبة كانوا على أبواب تخرج فقدوا كل شيء من أجل أن يدافع عن الحق فنحن أولى بفلسطين من هؤلاء هؤلاء ينظرون لها من منظور إنساني نحن لدينا المنظور الإنساني ولدينا المنظور الإسلامي ولدينا المنظور العروبي ولدينا المنظور الجيراني ولدينا المنظور التاريخ ولدينا منظور الجغرافيا لدينا كل هذا فنحن أولى بالدفاع عن هذا الشعب ونحن كجزائريين المفروض أننا أكثر شعوب الأرض التساقاً بهذه القضية والحقيقة أن الشعب في مجمله هو كذلك لكن انظروا إلى هذه العصابات هذه العصابات التي أقامت الحداد ونكست الأعلام ومن عارف على اللي يسوى واللي ما يسواش ولا كلمة في الإعلام الرسمي على أبو إبراهيم تخيلوا لو عدنا سبعين سنة إلى الوراء وأنه يوم قتل تحت التعذيب العربي بن مهيدي محمد العربي بن مهيدي أن في العالم العربي المجاور لنا أشقائنا لم نسمع ولا كلمة كيف كان يكون شعورنا تعرفوا أنه كان كل ما يقتل أو يستشهد أو يغتال أو يعدم أحد الثوار ويكون اسمه معروف تقوم مظاهرات وأنا ذاك ما كان فيه لا فضائيات ولا انترنت ولا طائرات ولا مع ذلك كان شوية الإذاعات فقط أو بعض الجرائد ليصلها الخبر بعد يومين أو أسبوع ومع ذلك كانت تقوم المظاهرات في طرابلس كما في الدار البيضاء، في تونس كما في القيروان، في بغداد كما في دمشق، في المدينة أو الرياض كما في الدوحة أو أبو ظبي أو الكويت وكانت تقوم مظاهرات حتى في دول بعيدة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة. مظاهرات او احتجاجات او كتابات على هؤلاء ثوار الجزائر الذين ملأوا ملأوا دنيا الشعوب فخرا وهم يقاومون الامبراطوريه الفرنسيه. اليوم ولا كلمه في اغلبيه الانظمه العربيه المتصهينه سواء المطبعه او غير المطبعه ولا كلمه رسميه على ابو ابراهيم الذي يفتخر به الناس في مشارق الارض ومغاربها. بعد شوي نوري لكم أمريكيين يفتخرون به لأنهم شافوا فيه رمز يدافع ونهايته كانت نهاية أسطورية يوم خرج ما يسمى بهاجاري ناطق باسم الجيش الصهيوني يريد إعادة كتابة القصة يقول أنه في الحقيقة أنه كان في, كان في نفق وأنه لما خرج من نفق اشتبك مع ضباطنا لم يكن هذا الكلام أمس وأول أمس بالمناسبة لكن يريدون إعادة لماذا؟ لأن كثيرين حتى داخل الكيان قالوا لهم راكم قدمتوا خدمة لهذا يحيى الصنوار اللي كان مانيش عارف واش كنت اشتغل عليها سنوات طويلة ما يقدمش الإخراج النهائي لحياته والحقيقة أن هذا الصدق صدق هذا الرجل خلى الصهاينة أعداؤه الذين قتلوه خلاهم بطريقة ربما حتى لا شعورية أنهم يخرجوا الحقائق الأولى لأن الذين قتلوه في البداية لم يكونوا يعرفونها أصلا فأخرجها اليوم يريد أن يعيد السياقة ويقول لا وأنه كان معه مال لأنه كان ربما سيهرب أنا عندما سمعته قال أنه كان سيهرب ضحكت كثيرا ضحك مر يهرب عند من عند السيسي ما هو هو يفضل لو جاء من النوع اللي يستسلم يفضل انه يستسلم لليهود من انه يستسلم للسيسي هذا لو افترضنا انه كان من هذا النوع الذي يستسلم سيسي سيسي الذي يسجن عشرات الالاف من المصريين قتل الالاف الساحات العامه قتل الآلاف في السيناء ودمر مدن كاملة في سيناء السيسي أبو إبراهيم يهرب عند السيسي طبعا الجيش الصهيوني ونتنياهو والمجموعة كلها غاضبين جدا خلينا نسمعوا وش يقول أحد الصحفيين اللي نقل عنهم نقل على هذا الغضب اسمع شو يقول من التفاصيل عن اللحظات الاخيره في حياه السنوار لكن هذه المره مزيد من الغضب في وسائل الاعلام الاسرائيليه احد الصحفيين الاسرائيليين عبر عن غضبه علي مواقع التواصل الاجتماعي من نشر الجيش الاسرائيلي لمقطع الفيديو الذي يظهر فيه السنوار وهو مصاب ويحاول الهجوم على مسيره اسرائيليه في كانت تصوره في ذلك المنزل بحسب هذا الصحفي الاسرائيلي الذي يعمل في القناه 13 الاسرائيليه كان على على الجيش الاسرائيلي الا ينشر هذا الفيديو لانه يظهر السنوار باعتباره مقاوما حتى اللحظه الاخيره مصاب غير قادر على الحركه ومع ذلك يقاوم حتى اللحظه الاخيره بحسب ما يقول هذا الصحفي الاسرائيلي الذي يقول ان هذا الفيديو حول السنوار في اعين الفلسطينيين الى بطل. وهذا وهذا <applause> الذي حدث فعلا. وهنا تتدخل الاراده الالهيه، نحن مؤمنون ونعرف ان لله جنود تتدخل الاراده الالهيه لكي هم انفسهم يكشفون حقيقة نهاية هذا الأسطورة. بحيث الفيديوهات التي نشرها الجنود في البداية وانتشرت بعد ذلك، أظهرت رجلاً صلباً مقاوماً يحمل سلاح، وبعد أن أصيب مرتين، مرة بالرصاص، وقبلها بشظية مدفعية، ظل يقاوم، وقالوا أنه أخرج قنابل ورماها على الذين كانوا يقتربون منه فجرح أحدهم جروح خطيرة مما جعلهم يعودون للوراء ويطلقون الرصاص ويستخدمون أيضا المدفعية وليتأكدوا من أن هذا المقاوم لم يكونوا يعرفون من هو أرسلوا طائرة درونز تبحث إذا ما زال فيه نفس فكانت آخر ما قام به هو أن رمى عليها عصا وجدت بجانبه فيديو هذا ألهم العالم وسيلهمه أكثر فيما هو قادم ستنتشر الكتابات والفيديوهات وال... والأفلام والروايات على هذا ذكرت أمسنا أن الذي قتل قبل ستين عام ما زالت الناس تتذكر لنهاية لأنه ظل يقاتل الى اخر نفس مع انه لم يخرج فيديو أنا ذاك ولم يخرج اللهم الا الصوره اللي وهو قتيل فما بالك بهذا الجنود سخرهم العزيز الحكيم لهذا الصديق لهذا الصادق والصديق في معركته فاذا بالاعداء الذين طاردوه لسنوات طويله وسجنوه أكثر من 22 عام هم أنفسهم من ينشرون لحظاته الأخيرة فإذا بها تصبح أسطورية. أسطورية، خرج الكثيرين في العالم يتحدثون عن هذا، شوف بعض منهم هذا جندي أمريكي سابق يرثي يرثي Abu Ibrahim, I have the used to report that Sinwar, the leader of the Palestinian freedom fighter resistance group, was martyred today in an airstrike by the IDF. He was the leader of the Palestinian freedom Fighters, but he was also a really, really good man, a smart man. He spent over 20 years inside the prison systems in Israel, and he earned his reputation through his. ثم قدم له التحيه هذا جندي امريكي سابق وهذه سيده امريكيه ناشطه عددت اكاذيب الذين ماذا كانوا يقولون عنه وعنهم because i am because i was told all the leaders of the h group are billionaires living in qatar and i was also told that the age group hides among the civilian population and uses them as human shields. and that's why they've had to blow up every single hospital, school, university, mosque, bakery in gaza. and now it turns out that the leader of the age group was just assassinated while he was alone in a building with his right arm severed, wearing fatigues. fighting against the occupation for the liberation of his people until his very <applause> قالت لما لا يتقن الإنجليزية اختصر من قالت قالت أنه كان يقال لنا بأن هؤلاء قادة الهيتش جروب كما قالت هي نسبة إلى الحركة لأن الكلمة في حد ذاتها ممكن يقطع لك اليوتيوب ولا يقطع لك الفيسبوك ولا فهم يسمونها بالهيتش يعني الأش لتبدأ تبدا بالاش كما نقولوا او تبدا بالحاء فقالت انهم كانوا يقولون ان قادتها انهم مليارديرات يعيشون في قطر او يعيشون في دول اخرى وانهم وان اللي بقين هناك يتخفون بين النساء والاطفال لهذا تم تدمير المدارس والمخابز والبيوت على رؤوسهم لكن اتضح لنا ان هذا ليس صحيح انه القائد الاول انه ظل يقاتل وهو يدافع عن حرية شعبه وكان يقاتل وكان وحيدا في لحظاته الأخيرة وكان لم يكن في نفق وأضافت تتحدث هناك اليوم موته كما حير وأزعج وأغضب الصهاينة سواء صهاينة الأبيب أو صهاينة الغرب أو صهاينة العرب في حياته فإن أيضا موته تصبح أسطورة بكل ما تعنيه هم الناس يخرجون مؤثرين ومؤثرات يخرجون ليقولون كنتم تكذبون علينا إنها نهاية أسطورية لهذا الذي يدافع عن أهله وعن شعبه هذه امرأة أخرى Just to clarify some things, if it was he died in uniform meaning that regardless if he was the head guy of the resistance he still fought alongside his fellow people if that doesn't show you that he had some sort of pride i don't know what does so all the fake false narratives that was put out by the iof about him wearing girls clothes among the palestinian civilians or that he's hiding in tunnels or قالت كل البروباغندا الرخيصة التي كان ينقلها هذا الجيش الصهيوني عنه هو أنه كان يتخفى في لباس امرأة ويختفي بين النساء والأطفال أو محمي بالأسرة وفي الأنفاق قالت كل ظهر كاذب لقد مات وهو يحمل سلاحه وهو لابس لباس القتال قالت لقد تبينت الحقيقة إن النهاية التي بينت هذه الحقيقة التي أردتم أن تنشروا عكسها وكذب. طبعا هذه أمثلة فقط ظهروا العشرات وربما هم أكثر بكثير على الأقل هناك العشرات مؤكد الذين ظهروا وتحدثوا وما زال سنرى فيما هو قادم. إن صاحب الطوفان يرحل ويترك الطوفان ما زال سائدا وجاريا من خلفه. يترك حقائق وسيترك وستبقى هذه في اعتقادي الى ما بقيت هذه المعركه، اذا ما بقيت معركه الحق والباطل ومعركه تحرير فلسطين اللي بالاكيد انها يوما ما ستتحرر وربما ليس ببعيد حتى ولو كره ذلك صهاينه العرب وأبنابهم وذبابهم. حي الله حرار طنجة خرج المغاربة في طنجة هذه واحدة منهم في طنجة وصلوا عليه أيضا كنت أشاهد صلاتهم عليه في صلاة الغائب ورفعين صور ونشيد وأنا أكيد أن في كثير من المدن ستخرج لكن ما يؤلمني أن في الوطن الذي ولدت فيه يمنع شعبه وهو شعب الثوار يمنع أن يخرج يمنع أن يعبر لأنه محكوم بالمخابرات الإرهابية والمافيا العسكرية، لكن حقيقة، يجب أن لا يكون هذا عذرا، يجب أن يتم كسر القيد، قيد المخابرات، فلقد جعلونا أضحوكة في كل شيء، يتحدثون عن فلسطين ظالمة ومظلومة وهم لا يتركون مظاهرة واحدة تخرج، أخرجوا واحدة في 18 أو 19 أكتوبر 19 أكتوبر فيما أتذكر. وكان يحرسها زبانيتهم وذبابهم واذنابهم من ال... من الشرطه السياسيه والمخابرات والاحزاب فكرهتها الناس ثم منعوا الناس من الخروج وهذه جزائر عبار رمضان وجزائر العربي بن مهيدي وجزائر مصطفى بن بوعلي وجزائر حسيبه بن بوعلي وجزائر يعني نقدر نذكر المجاهد الشهداء والمجاهدين وهاي الجزائر هذه ممنوع الخروج فيها ولو بكلمة واحدة عن أبو إبراهيم صاحب الطوفان هذه كانت في اليمن. وهذه كانت مظاهره هنا في بريطانيا هذه كانت هنا في قلب لندن. وهذه كانت في الاردن. في صفعة جديدة لاسرائيل، محكمة العمل البريطانية لا ليس هذه تنصف من يحب y los que están al frente del poder de Israel que no son más que representantes de los imperialistas de la tierra tanto de los Estados Unidos como de Europa todos imperialistas es increíble cómo cómo al frente <applause> نيكاراغوا تبعد عن فلسطين ربما ب 15000 كم لا يجمعها مع فلسطين واهل فلسطين الا الانسانيه تخيل انه يخرج رئيس نيكاراغوا يهاجم ابن الشيطان كما سماه نتنياهو ولا يخرج ما يسمى برئيس الجزائر لا يخرج رئيس الجزائر لا يخرج لينتقد ابن الشيطان كما سماه هذا الرئيس عن حق أو ليقف مع أهل فلسطين أو ليتحدث مع أنه كان قال قبل فترة والجزائريين يضحكوا بهذه الكلمة يقول لهم فلسطين خلوا علي نعم مهازل شوفوا الجزائر وصلت شوفوا من الانقلاب اللي صار في الجزائر انقلاب على كل شيء وخاصة بعد انقلاب 92 انقلبوا على كل شيء لم يبقى شيء للجزائريين يفتخرون به مع هذه العصابات الإجرامية يخرج رئيس نيكاراغوا أو رئيس البرازيل أو رئيس جنوب إفريقيا أو رئيس رؤساء دول في أمريكا الجنوبية ورؤساء آخرين حتى الأعاجم من المسلمين يخرج أردوغان على ما فيه من ضعف يخرج الإيراني يخرج الماليزي يخرج الأندونيسي ولا يخرج هؤلاء ولا يخرج رئيس الجزائر أو حتى من يسمى أو من ينسبون إلى المنطقة العربية وإلى العرب وإلى لا يخرجون كلهم أصبحوا فنزويلا ذكرني واحدهم شوف وين وصل الحال أكثر من ذلك يخرج إعلام بن سلمان يخرج اعلام العروري العقل المدبر لحركه حماس قائد هجمات ارهابيه داميه وقتل العروري في ضربه اسرائيليه بضحيه بيروت الجنوبيه هذا العام شخصيه اخرى مثيره في عالم الارهاب اسماعيل هنيه زعيم حركه حماس ولد في غزه من عام 1962 للميلاد. اسماعيل صاحب النضالات والخطابات صنف ارهابيا من قبل امريكا في العام 2018 اغتيل في غاره اسرائيليه كانت في طهران هذا العام أمتنا المعطاءه الابيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وجه جديد للارهاب. واخر من تخلص العالم منها يحيى السنوار قائد المكتب السياسي تخيلوا ان هذه القناه ليست قناه اسرائيليه تخيلوا ان هذه القناه ليست حتى قناه غربيه مواليه لاسرائيل او داعمه لاسرائيل تخيلوا ان هذه القناه يقال انها قناه كنقولوا يقال هي اكيد انها قناه سعوديه قناه ما يسمى بقناه الام بي سي والام بي سي في الحقيقه من اليوم, من اليوم الاول التي انشئت فيه وفي البدايه أنشأوها هنا في بريطانيا يومها ما كانوش يجرؤوا كان مازال المجتمع السعودي فيه محافظه وفيه بعض العلماء وفي بعض الدكاتره وبعض الناشطين الذين يرفضون هذا الانحراف الان راهي موجوده هناك وهي قناه من اليوم الاول اللي انشئت فيه في 93 94 قناه افساد عظيم قناه يمكن وصفها القناة التي تشيع الفاحشة في الذين آمنوا يعني الام بي سي هذه واليوم راهي ربما عندها 30 او 40 قناة والعربية جزء منها والحدث جزء منها على اساس أنها متخصص هؤلاء في الاخبار وعندهم قنوات اخرى متعددة جدا في كل انواع الفساد الممكنة طبعا تبان على اساس افلام وترفيه لكن هو هو افساد وفساد عظيم هذه القناه خرجوا بهذا التعليق المطول واللي بعض القنوات الاسرائيليه لم تذهب في الفجور الى هذا الحد ولو ذهب الاسرائيليون في الفجور الى هذا الحد فلهم ذلك فابو ابراهيم قلب عليهم الطاوله وقلب عليهم العالم بطوفان الاقصى لكن هذه القناه تنسب الى انها يسموه خادم الحرمين. بعد أسابيع من الآن أو طبعا والدوره في حالة موات. لكنهم ينتظرون فقط فوت الانتخابات الأمريكية ويعلنون عن وفاته. وسيسمى بن سلمان المجرم أبو منشار سيسمى خادم الحرمين. الإعلام السعودي سواء بالمباشرة مثل هذه. او بالهمز واللمز والغمز والكذب والخداع المكتوب والمقروء الذباب وغير ما يسمى بعلماءهم ائمتهم آه كلهم خرجوا يهاجمون غزه منذ البدايه وانتشوا كما انتشى صهاينة فالابيب انتشوا باغتيال بعض القيادات باستشهاد بعض القيادات احد الافاضل كتب لي قال لي راك قلت اكثر من مره اغتيال لكن هو استشهاد نعم انا دائما نقول استشهاد لكن نقول اغتيال لاظهار الفعل اما نحن فنعتقد ان هؤلاء شهداء من منظورنا من حكمنا الظاهر هؤلاء هم الشهداء والله اعلم بكل واحد منا اذا قلت هذا الإعلام السعودي والإماراتي المصري أقل بؤس هذه المرة لأنهم فاهمين يعني كاين سموم لكن أقل أما الإعلام السعودي فخرج لها مباشرة قبل هذه كانت خرجت ما يسمى بصحيفة تسمى صحيفة عكاظ ها عنوانها حماس بلا رأس إسرائيل تلحق السنوار بهنية عكا واحده من قنوات او من جرائد المفسد في الارض بن سلمان والتي لم تتوقف في الحقيقه حتى قبل مجيء بن سلمان لان ال سعود كلهم رجس هذه الاسره التي تسمى ال سعود هم رجس هم نجس هم اجرام منذ ان تاسست هذه الدوله المجرمه أسسها الاستعمار البريطاني وترون أنها تأسست تقريبا في نفس الفترة التي تأسس فيها الكيان الصهيوني أسسوا لليهود دولة باسمهم وأعطوها لهم وأسسوا للصهاينة العرب دولة وهي قلب العالم الإسلامي أين توجد الحرمين أين يوجد الحرمين فسواء الشرق الأوسط أو عكاظ أو الحياة أو كل هذه الجرائد أو الوطن وعندهم كثير من الجرائد كلها في الحقيقة جرائد لبث الأراجيف، نشر الإشاعات، قول البهتان، شهادات الزور، كلها لأنهم يعرفون أن تغيير الأوضاع ووصول الوعي لشعوب المنطقة، لماذا حاربوا ما عرف وسمي بالربيع العربي حربا شرسة. أنهم كانوا عارفين أن هذا مسار سيطيح بهم سيطيح بهذه الدويلات التي صنعها الاستعمار البريطاني وأكمل في رعايتها الامبراطورية والامبريالية الأمريكية يعرفون أن الشعوب إذا ما تحرك شعب واحد شعب تونسي تحرك تحرك شعب المصري سقط مبارك سقط القذافي سقط صالح كان وكانوا يعرفون أن الطريق جاي ولذلك صرفوا أموال فخمة من أجل أن يسخطوا الشعوب وشوفوا مصر أين تحولت الآن بحيث أن هذا السيسي يعني لو كان لو كان بني إسرائيل هذا سمعوا له لو كان ربما ربما ما وصلهمش طوفان مخابرات السيسي كانت تلح عليهم تقول لهم راه شيء جايكم يوم سبعة راهي في الايام القادمه هذه قالوا في بدايه اكتوبر قالوا في بدايه 2023 في الايام القادمه راهم جايينكم الفلسطينيين لكن بني اسرائيل لم يسمعوا لهم فهذا هو في الحقيقه والحقيقه ان ليس فقط هذا الاخطر من هذا حتى هو ليس فقط الاعلام السعودي ليس فقط اعلام بن سلمان ولكن الذين يسمونهم ائمتهم وقراءهم إلا من رحم ربك وطبعا اي واحد فيه ريحه نتاع شهامه نتاع كرامه نتاع دفاع الحق راهو يا اما مسجون يا اما غادر البلاد يا اما ينتظر في اي وقت يعتقل لما يقدس بن سلمان ويقدس الفساد العارم اللي يسموه ترفيه وشفنا بعض الناس اللي كانت الناس كما هذا القرني وغيره عايد القرني و أمثاله وأشباهه أصبحوا يقدسون وهم يرون يرون الفساد العظيم ولكنهم خافوا من السجون بينما هنا في الحقيقة مئات من العلماء والدكاترة والناشطين والمدافعين عن الحق راهم في سجون بن سلمان والبعض في الحقيقة يشير إلى الآلاف ولكن ربما المئات هي الأسماء المعروفة ولذلك ما يحدث الآن هو في النهاية هم عارفين أن مصيرهم أصبح مرتبط بصهاينة تل أبيب، ويعرفون أن هزيمة تل أبيب في هذه المعركة هي هزيمة لهم، ولذلك هم أشد وهم يحرضون نتنياهو ومن معه أكثر حتى من كثير من الإسرائيليين أنفسهم، لأنهم يعرفون أن مصيرهم أصبح مربوط بهذه بهذا الكيان. فقط بين قوسين حتى لا انسى وانا دائما عندما يكون عندي سهو في حاجه او خطا او راح نعاود نشير له واعدله وانا تحدث امس على نهايات الامير عبد القادر واحمد باي رحمهم الله وكلاهما كان مجاهدا مقاوما لكن قلت ان الامير عبد القادر انتهى بالاستسلام وهذا كان مؤلما وان احمد باي لم يستسلم الحقيقه للاسف أن أحمد باي أيضا استسلم وشكرا لمن راجعني في النقطة وأرسل لي الدليل أنا كنت قرأتها في أكثر من مصدر أنه لم يستسلم حتى مات لكنه في الحقيقة هو أيضا استسلم ولكن الحمد لله أن كثيرين جاءوا من بعدهم ولم يستسلموا ولعل نذكر منهم الشيخ الحداد أو نذكر منهم بعمامة أو نذكر منهم بن شهرة أو نذكر منهم وأسماء يعني بالآلاف قاوموا وقادوا المقاومات الشعبيه ولم يستسلموا لكن للاسف كلاهما الامير عبد القادر واحمد باي بالرغم ان هذا لا ينقص من قدرهما ولكن كان يمكن ان يكون افضل، طبعا هم استسلموا ماهوش رغبه في الاستسلام، استسلموا لان الظروف اصبحت المحيطه بهم اصبحت مؤلمه جدا. الامير عبد القادر كانت الخيانات في كل مكان حوله بما فيهم سكرتيره الخاص. لكن مع ذلك علاش الذين يموتون وايديهم على الزناد او لسانهم مازال ينطق حق علاه هما هذون اللي يبعثوا في من ياتي وراءهم يبعث فيهم روحا تستمر الى الى الابد لان الاستسلام يبقى في النهايه بالرغم التبريرات والتفسيرات ويبقى شيء يعني لا يقبله لا تقبله النفس العزيزة نفس العزيزة تفضل أن تقتل أن تعدم على أن تستسلم فخالص اعتذاري لهذا الخطأ اللي ذكرته فيما يتعلق بأحمد باي ورحمهم الله جميعا لعل الله يتقبل منهم على الأقل سنوات النضال والجهاد والمقاومة واللي امتدت بالنسبه لامير عبد القادر 15 سنه او 16 17 سنه وبالنسبه لاحمد باي ايضا امتدت وقتا طويلا هما كانوا ي... بالمناسبه كانوا يجاهدوا في نفس الوقت كانوا يقاتلوا في نفس الوقت ولكنهم لم يتعاونا كان كل واحد امير عبد القادر من جهه الغرب والجنوب الغربي واحمد باي من قسنطينه وما جاورها فكان كل واحد في وحده اللي قامت به الام بي سي ادى الى غضب شعبي كبير في العراق، نرجع القناه نرجع. بلش يا ولد بلش الام بي سي السعوديه كان هذا هجم العراقيين على مقر الام بي سي واحرقوا المكتب والاصل في الاشياء ان الاعلام لا يحرق وان الاعلام يحترم وان لكن هذا ليس اعلاما هذه بروباغندا والشعب والناس والشعوب غضبت غضبا شديدا ولو حقيقه ان الشعوب في البلدان الاخرى كانت حره او كانت تستطيع ان تتحرك لا فعلت نفس ما فعل الشعب العراقي لهذه القناه الاجراميه وكاتب القناة ها الكاتب المقال هاو عندك هذا هو السعودي الذي كتب التقرير وقرأه شخص آخر في الام بي سي اسمه خلينا نذكر اسمه نزيد مع الذين ذكروه باش يبقى خزيه إلى يوم الدين اسمه محمد المشاري وهو معد التقرير المسيء لقادة المقاومة يحذف حذف حسابه على إكس لم يحتمل الشتائم والانتقادات التي وجهت له توجيها شديدا وهنا ايضا موقف مشرف لاخواننا وهذا من المغرب وهنا الرجاء البيضاوي شعب المغرب متقدم جدا على نظامه نظامه مطبع ولم يعلن قطع العلاقات رغم انه راى ويرى ان هناك اكثر من خمسين الف من المدنيين قد قتلوا استشهدوا أكثر من 42 ألف بالأسم وأكثر من عشرة آلاف ما زالوا تحت الأنقاض لكن الحقيقة أن الشعب المغربي له مواقف سيكتبها التاريخ وسيتوقف عندها أيضا طويلا هل ستخرج فرق جزائرية وترفع مثل هذا؟ صور ابو ابراهيم ونشيد و انا على يقين انا ايضا في الشعب الجزائري والفرق الرياضيه والجماهير الرياضيه كانت ستخرج وتفعل نفس الشيء ولكنها مقهوره لكن هذا ليس عذرا هذا ليس عذرا لان الحقيقه عندما تخرجون فانتم هذا لكم انتم ليخرج بشيء ظاهر من اجل قضيه حق هي ليه هو قبل كل شيء يعني اللي تحت القنابل في غزه والله لن تغير لهم الامر شيء انما لك انت تعطيك عزه تعطيك كرامه انك تقف موقف الحق انك تقف مع تدافع عن المستضعفين انك ما تبقاش فقط من اجل العلف او خايف او مرعوب او من مجموعات اجراميه تحكم البلاد لكن ربما من اخطر الاحداث التي حدثت اليوم هو هذا الحدث. هنا نرى صوره كيف ان الشرطه الاسرائيليه اخفت بيت نتنياهو عن الصحافه التي توجهت له ولماذا توجهت الصحافة هناك وتوجه الصحفيون سواء الإسرائيليين أو الغربيين سواء الإسرائيليون أو الغربيون توجهوا هناك في الحقيقة كان هناك هجوم ها هي جزء من الصورة هجوم من طائرة مسيرة درونز على منزل مجرم الحرب بنيامين نتنياهو في قيصاريا هذه الصور ايضا من قيساريا قبل قليل للطائره المسيره التي مبنى ست... في هذه المدينه اذا هذه صور اوليه من قيساريا قبل قليل للطائره المسيره التي تمكنت من اختراق الدفاعات الجويه في اسرائيل واستهداف مبنى بشكل مباشر في مدينه قسايا الواقعه بين حيفا وتل ابيب. كانت تقارير في البدايه تقول مبنى لان ما كانوش عارفين من هو المبنى المستهدف ثم اتضح ان المبنى المستهدف هو بيت نتنياهو. بيت نتنياهو هاجمته هذه الطائره مباشره، وهذه الطائره لم تستطع الدفاعات الجويه ان تسقطها وقد انطلقت من لبنان. وقيصاريا هي مدينة صغيرة تقع ما بين حيفا وتل أبيب، وتبعد عن حدود لبنان بحوالي 70 كيلومتر. إذا هذه الطائرة قطعت 70 كيلومتر رغم المضادات الجوية ورغم الحراسة الالكترونية ورغم الدفاع الأمريكي والغربي وراء والإسرائيلي، مع ذلك وصلت هذه الطائرة التي كانت تتبعها أيضا هليكوبتر وكانت تريد اسقاطها لكنها لم تتمكن من ذلك والأخطر ايضا هو ان الدفاعات لم تطلق الصفارات الإنذار واستطاعت الطائره ان تصل وتقصف بيت نتنياهو مما شكل له رعب حقيقي وقال احد جيرانه قال لو انحرفت السياره الطائره قليلا لكنا من الأموات يعني احد جيران نتنياهو ليسكن بجنبه فكانت الضربة مباشرة وأدت هذا إلى حالة من القلق داخل الكيان أول تداعياتها هو أن نتنياهو الذي قام بحرب على لبنان وهو يشن حرب على لبنان بالغة الوحشية والفظاعة كان من بين أهدافها أو الهدف الرئيسي الأول اللي ذكروه هو إعادة سكان الجا الشمال شمال فلسطين المحتلة اللي يسمى اليوم إسرائيل إلى أماكنهم اللي كان هجرهم هجرتهم صواريخ حزب الله وهم في حدود مئة ألف الآن رأهم في حدود مئة وخمسين ألف آه. الآن هو اللي راه مهاجر من بيته هذه الطائرة لماذا هذه العملية تعتبر عملية خطيرة وبالغة الخطورة لمجموعة من الأسباب خلينا نلخصها لكم في أربعة أو أسباب السبب الأول أنها استطاعت أن تفلت من كل الحمايات الجوية وهي الكيان الإسرائيلي اليوم هو أكثر كيان أكثر دولة في العالم حماية ففلتت منه ثم لم يستطيعوا إسقاطها عندما شاهدوها ثم لم يستطيعوا إطلاق صفارات الإنذار عندما كانت تقترب من الهدف ووصلت إلى الهدف وقصفت الهدف الشيء الذي أنقذ نتنياهو المرجح أنه لم يكن في البيت هذا هو المرجح اليوم، ظهر هو ولكي يعطي يقول انا حي وسنستمر وهذا الامر لن يردعنا، لكن بطبيعه الحال هذا ادخلت له رعب ورعب حقيقي. له وليس فقط له، له, له ولكل قادة الكيان. فهذا الكيان الذي قصف الناس في البيوت، في العمارات، في المدارس، في المخابز، في الطرقات سواء في غزة أو في لبنان وقتل قيادات كبيرة خاصة في لبنان في بيوتهم وشققهم معهم أبنائهم ونسائهم وأطفالهم الآن يصلهم الأمر أنهم أيضا يصبحون تحت الخطر وإذا كانت هذه الطائرة قد وصلت إلى بيت رئيس الوزراء فمن الأسهل أو أسهل لها أن تصل إلى بيوت الوزراء وبيوت كبار الجنرالات لأنهم أقل حماية وحراسة بطبيعة الأحوال من بيت رئيس الوزراء. هذا ايضا يدخلهم قلق. مما يعني ان سيضعون امكانيات هائله لحمايه بيوت كبار المسؤولين سواء مدنيين او عسكريين. هذا يعني ان هذه اذا وصلت الطائره هذه تستطيع ان تصل الى مقر المصعد او مقر الشباك او مقر امان او وزاره الدفاع او البرلمان الكنيست او رئاسه الكيان بالرغم من أنها لم تحدث أو تحقق الهدف إلا أنها من الناحية المعنوية من الناحية العملية من الناحية الإستراتيجية حققت نتائج مرعبة بالنسبة للكيان هذه أول مرة تصل طائرة وهدفها هو رأس الكيان رئيس الوزراء هو رأس الكيان طبعا خرجوا خرج نتنياهو وخرجوا حتى خصومه مثل وزير الدفاع او بعض القاده المعارضه او غانتس او طبعا كلهم بالنسبه اليهم هذا مساس برمز اسرائيل يكرهونه ولا يحبونه واكيد ان الكلمات قالوها فوق قلبهم لكنهم مضطرون يقولوها لان هذا يعنيهم ككل هذا الموضوع قد يفتح مجال اخر وهو أن أمريكا التي تضغط بشدة على نتنياهو من أجل ألا لا يقصف المرافق النووية والمراكز النووية في إيران وأن لا يقصف البترول والغاز في إيران وأن يكتفي وأن يقصف أماكن القيادات مثلا الرئيس الإيراني أو قائد أو قادة أو الوزراء أو حتى المرشد أو فإن هذه الحادثة ستعطي لنتنياهو اللي هو عنده رغبة شديدة جدا بأن يقوم بالقصف للنووي وللبترول والغاز لكن الأمريكيين يمنعونه إدارة بايدن تمنعه لماذا تمنع إدارة بايدن؟ لأن إدارة بايدن تعرف أن هذا سيصب في صالح ترامب وتحدثنا عن هذا طويلا ولذلك ما أخروه بعثوا له ما يسمى ب ثاد بمنظومة ثاد ومنظومة ثاد هي أكثر منظومة متطورة في الحماية الجوية من الصواريخ الباليستية. ووصلت ووصل معها مئة جندي وضابط أمريكي وبدأت تصل لكن الأمريكيين قاعد يعطلوا حتى تفوت الانتخابات لأنهم يعرفون إذا كانت هناك قصف شديد الاسرائيلي لايران وردت عليه ايران فهذا يصب في صالح ترامب وترامب سيفوز هو والجمهوريين في الانتخابات. لكن هذه العمليه ستعطي لنتنياهو دافعا لكي يقدم على قصف ايران في اقرب فرصه ممكنه وان يقصف مراكز قياديه كمقرات المرشد العام او الرئيس او البرلمان او على اساس ان كما سماه نتنياهو وخرج من بعد هو واللي معاه قالوا باللي هذا اذرع ايران هي التي قامت بهذه العمليه وحملوها الى ايران الى درجه ان ايران سارعت من نيويورك عن طريق مبعوثها هناك في الامم المتحده الى القول ان ايران لا دخل لها بهذه العمليه اطلاقا طبعا ايران تعرف ان هذه العمليه ربما لو سئل المسؤولون الإيرانيون عنها لقالوا لا تقدموا عليها لا تفعلوها وأكيد لأنها لا تخدم مصلحة إيرانية هناك مصلحة إيرانية مشتركة ما بين إيران والإدارة الأمريكية الحالية وهو أن لا تكون الحرب لأن لا يكون القصف الإسرائيلي المنتظر لإيران قبل الانتخابات لأن إيران أيضا لا تريد أن يصل ترامب إلى الرئاسة اذا الحليف الامريكي لاسرائيل يتفق تكتيكيا وبطريق غير مباشر مع ايران ان لا يكون القصف قبل الحرب او يكون قصف محدود لكن مع هذه العمليه فان في اعتقادي ان القصف سيسرع به سيكون قبل الانتخابات وربما سيتوسع إلا إذا الأمريكيين قالوا لنتنياهو لا تفعل ومنعوه يعني منعوه عمليًا بحيث أن طبعًا الأمريكان عندهم, آه عندهم متداخلين داخل الإدارات والجيش الإسرائيلي وكبار الوزراء ويستطيعون أن يعطلوا ربما قرارات نتنياهو لأنه ليس في مصلحتهم. إذا هذه العملية في الحقيقة سيكون لها ما بعدها داخل الكيان أحدثت قلقا شديدا الناس داخل المدن داخل المستوطنات داخل قالوا إذا كان الحكومة الدولة الكيان لا يحمي بيت رئيس الوزراء بيت الرئيس الرأس الأول فكيف يحمينا هذه أيضا أضعفت وشوفوا جات سبحان الله جات أيضا بعد يومين فقط من اغتيال استشهاد أبو إبراهيم، فأضعفت نشوتهم وفرحتهم وخففت منها بكثير باغتيال أبو إبراهيم، ثم أن هذه العملية أعادت كسر الردع، وهذا هو أهم شيء في هذه المعركة، من يثبت أنه أقدر على ردع الآخر، على تخويف الآخر، أعادت كسر الردع. وهي انها وصلت وضربت بيت رئيس الوزراء الذي نجا لانه على الارجح لم يكن موجود فيه، او ربما في اخر لحظه نزل الى تحت الارض فنجا، هو ما قالش وين كان، لكن قال انا بخير وزوجتي بخير، لكن الايرانيون ارادوا قتلنا، بالرغم من ان انا على يقين من ان لو سئلت القياده الايرانيه لقالت لا تفعلوا، لان ليس من مصلحتها ان تقوم الحرب الآن، كم هو الوقت؟ باش نشوفوا وقت أيضا الجزائر، خاصة بعد أن تم تسريب وثائق أمريكية، سربت وثائق أمريكية على تيليجرام، فيها المخطط العام للقصف الإسرائيلي على إيران، أي أن هناك من اخترق مركزاً معيناً في الولايات المتحدة ونشر هذه الوثائق، وقالت الولايات المتحدة أن الذي الحساب الذي نشر هذه الوثائق على تليجرام مرتبط بإيران. هذه مشكلة أيضاً الولايات المتحدة. إذا كانت إيران تستطيع أن تصل إلى درجة واحدة من أهم الوثائق السرية. وهو المخطط ضرب ايران اللي بايدن خرج وقال نحن نعرف متى تضرب اسرائيل ايران وخرج رد عليه عراق وزير الخارجيه الايراني قال له اذا كنت تعرف فانت مسؤول عما سيحدث بمعنى اننا قد نرد عليك على قواعدك وهذا اعتقد ان بايدن ارتكب خطا عندما يقول انه كان يعلم معناه انه شريك وليس فقط يدافع عن اسرائيل انما يشاركها في الضربه لكن تسريب المخطط هذا كان أيضا اختراق أمني شديد للولايات المتحدة وهذا بكل تأكيد ليس جيدا لهم هل هم الإيرانيين أم ساعدوهم الروس والصين وكوريا الشمالية؟ هؤلاء كلهم الآن داخلين على الحسابات الأمريكية على المراكز الأمريكية على الأجهزة الأمريكية خاصة في هذه الفترة يريدون أن يؤثروا في الانتخابات نتوقف هنا في ما يتعلق بملف غزة لكي نستطيع أيضا نتحدث عن الملف الجزائري وفي الملف الجزائري دعونا نبدأ بهذا طبعا كنت شفت ان كان اخر شيء قمنا به امس هو انه اظهرنا العماره التي عماره كامله ليس شقه او بيت او عماره كامله انهارت في بشار والحمد لله ان اهلها نجوا نجوا من الموت شوف اين هو ليت المساعد عود يرسل لي الموضوع عن انهيار العمارة التي كان بالأمس عمارة فيها عشرات الشقق انهارت لعلكم مشاهدتوها على كل حال، خلينا نروح نشوف ما قاله هو مع الموضوع هذا بالذات. قبل أن نروح لموضوع الإمارة العمارة دعونا نرى إضراب الطلبة طلبة الطب هذه ضربات الطلبه طلبه الطب في عدد كبير من الجامعات في اغلبيه الكليات الطب تقريبا في كل البلاد هذا كان في البليده والان هذه في بجايه هذه في قسطنطينة وفي مدن أخرى هذه الاحتجاجات وهذه الإضرابات جاءت بعد أن اتخذوا قرارات ما يسمى بالوزير اتخذ قرارات خاطئة تماماً الحقيقة قرارات بائسة وهذه القرارات خلت الناس تخرج وتحتج بشدة. اليوم التقى قالوا انهم التقوا الادارة مع بعض ممثلي الطلبة واعطاهم وعود الى اخره لكنها وعود لا قيمة لها كما تعودنا دائما. قالوا بأنهم سيرفعون عدد مسابقة الالتحاق بالدراسات الطبية الخاصة إلى 4045 منصب وآخر أجل لدعم ملف الاعتماد الدولي حدد يوم 15 ديسمبر تشكيل فرق عمل تضم ممثلي طلبة الكليات العلوم الطبية إطارات وزارة التعليم والبحث العلمي تجميد تطبيق المادة التاسعة للقرار 1144 114 لشروط الالتحاق بطور التكوين إلى آخره إلى آخره يعني اتخذوا قرارات قرارات سيئة جدا كانوا عارفين أنها تثير الغضب منذ الآن ما يقارب الأسبوعين والطلبة في حالة غضب بدأ الغضب يعني كان يتزايد كل يوم أكثر والأسبوع الماضي كان في أعلى حالاته وهذا الأسبوع أيضا أمس وأول أمس والآن رم يقولوا بلي رم تراجعوا على هذه القرارات لكن أهم شيء وهو قضية توثيق الدبلوم توثيق إعطاهم الدبلوم وتوثيقه حتى يستطيع الناس أن يسافروا ويروحوا يشتغلوا في الخارج مثلا ما زال هذا الأمر ممنوع وهذا أمر إجرامي كيف تمنع شخص من أن له شهادته على أساس أنك تقول بلي إحنا نحتاج الأطباء وأنت تحتاج الأطباء في حين أن هناك آلاف الأطباء بلا عمل ما أعطيتهم عمل ما اعطيتهم وثائقهم حتى يبحثوا على عمل في ارض الله وهناك كثير من الدول التي تحتاج الى السلك الطبي خاصه الى الاطباء ولكن ايضا الى الممرضين والمتخصصين والخبراء في المجالات الطبيه المتعدده كل هؤلاء تقريبا هم مانعينهم بان يعطوهم شهاداتهم او يعطوهم باش يغادروا البلاد و من هؤلاء اذا ضمينا الاطباء مع الممرضين مع الخبراء راهم عشرات الالاف بدون شغل لهم قادرين يعطوا الناس حقوقها ولهم قادرين او على الاقل يتركون الناس تتخذ قراراتها لان الناس ليس عبيد عندكم ولذلك انا ارى ان هذه المظاهرات الطلابيه يجب ان تستمر لأن هذه العصابة علمتنا أنها أولا تكذب ثانيا أنهم يخافوا ما يحشموش وإذا تراجع الطلبة أو خفت مظاهراتهم واحتجاجاتهم راح يعبثوا بكم عبث كما حدث مع زملائكم قبل عشر سنوات أعطاهم وعود ولما خفت الإضرابات وصدقهم بعض الناس عبثوا بالبقية خاصة باللي... بالذين قادوا الإضرابات واللي يعرفوهم هما الليدرز رايحين يقمعوهم قمع يطردوهم يشتوهم ولذلك انا انصح بان لا تقبلوا الوعود الكاذبه ما تشروش الحوت في البحر يجب ان تروا الامور مجسده وان تكون الحمايه للطلبه الذين قادوا هذه المظاهرات ما تخلوهمش وحدهم باش الناس ما تكفرش فيما بعد بانه الناس تولي يقول لك يا خويا انا ما 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 نروحش انا يعني ما نروحش انا لانه مع هاد الناس تعرفوا قصة الفيل والفيلة فيما يقال قال كان واحد في واحد في واحد البلاد كان واحد السلطان عنده فيل والفيل هذا قام يقوم كل ما يخرج يخرب البساتين نتاع الناس بيوت الناس تجارة الناس فالناس بالرغم من انها تخاف من السلطان الا انهم اجتمعوا قالوا احنا لازم نروحوا نواجهوا هذا السلطان نقولوا له حبس علينا الفيل نتاعك راهو دمر البلاد ودمر الامكانيات نتاعنا والتجاره نتاعنا والفلاحه نتاعنا الى اخره واجتمعوا وكلفوا واحد منهم قالوا له انت اللي تقول للسلطان قال لهم انا ما تخلونيش وحدي لانكم عارفين السلطان لو كان يشوفني وحدي وانتم ما معايا وتدعموا فيا وكي نقول انا الفيل نتوما كلكم تقولوا راهو خرب البلاد وخربنا التجاره وخربنا الفلاحه اذا قلت هذا الكلام الله يبارك الا ما كانش ما تخلونيش وحدي لان يعني السلطان ممكن يعدمني متفاهمين متفاهمين راحوا يشوفوا السلطان دخلوا عن السلطان قاعد هو يقول الفيل ويشوف إصحابه ينتظر فيهم طبعا الرجل كان ذكي وراه كان متفق معاهم كي يقول الفيل هما ينوضوا كلهم يقولوا خربنا تجارتنا وفلاحتنا والبلاد قالها مره قالها اثنين قالها ثلاثه ما ناضوش بعدين السلطان دايزعف يزعف منه يقول له واش به الفيل قال له سيد السلطان سيد السلطان زيد له فيلا جيناك باش تزوجوا فيلا فطبعا لان كان هذا الرجل ذكي وكان يعرف لو كان جاي هو اللي قال له الفيل راهو خرب والاخرين ما يمشوش معاه يقطع له راسه هذه هي تقريبا اذا شئنا واش صرا الكثير من الحركات الاحتجاجيه يقودوها بعض الناس احرار عندهم كرامه عندهم عزه عندهم شجاعه ولكن لما يجوا للصح ما يلقاوش الاخرين معهم فتستفرد بهم المخابرات الارهابيه وتعبث بهم هل تعرفون هل تعلمون أن اليوم وأنا نحدث فيكم الآن رهم كاين من قدماء الجيش وبعضهم كانوا في التسعينات مع الإصابة بعضهم كانوا في التسعينات مع الإصابة يحاربوا فيما يسمونها الإرهاب هل تعرف أنهم بعضهم متهمين بالإرهاب؟ بعضهم متهمين بالإرهاب تواصلوا معايا بعضهم وقالوا لي راهي عندنا تهم الإرهاب ورعنا زملائنا راهم في السجن بتهم الارهاب بال 87 مكرر 87 بيس الى هذا الحد الى هذا الحد فاجئوني لما قالوا هال قلت لهم مع ان بعضكم كان يدافع عنهم فطبعا كلهم قالوا لي والله غيرهم الارهاب لماذا؟ لان يعني باختصار وراه و... و... عارفين سجنوا عدد منهم طلقوا شويه بعض منهم مازال اخرين في السجون ولكن قدماء الجيش رعبوهم حقا وانا نقولها من هنا ايضا لقدماء الجيش ما تخافوش صحيح انتم بعضكم ساهم في بقاء هذه العصابه لكن ما تخافوش انتم تعرفوهم مليح وتعرفوا ان بعض القيادات اللي راهي اليوم على راس الجيش وعلى راس شنقريحه كان يذبح في الشعب الجزائري هو وناصر الجبان وغيره هؤلاء جبناء ان الذي يذبح المدنيين ويقتل المدنيين ويقتل الاطفال جبان بطبيعه الاحوال وبطبيعه التعريف ولذلك انصح قدماء الجيش باش ما يسكتوش على زملائهم اللي راهم في السجون باش ما يخلوهمش وحدهم والا راهي ما تقوم لكم قائمه ابدا لازمكم تعاودوا تنظموا نفوسكم وترتبوا نفوسكم وتواجهوهم إذا استمريتوا في المواجهة سيتراجعون إذا شرعوا جزء منكم خوفوا جزء إلى آخره رح يسحقوكم سحق هذه العمارة اللي اللي انهارت في بشار والحمد لله أن ما ماتوش الناس لأن باختصار بسيط كانوا بعض زانسبكتور اللي بأرسلوهم باش يشوفوا كانوا فيهم كانوا مهنيين وكان فيهم رحمة ربي فمباشرة قالوا لهم باللي العمارة راح تطيح ولازم يصدر قرار إخراج الناس منها الآن وبالفعل اتخذ القرار فالحمد لله الحمد لله أن هذا القرار اتخذ واتخذ في الوقت المناسب لكن للأسف رأوا كاين عمارات مشابهة ورأوا ما خرجوش الناس منها وإذا كانت هذه العمارة انهارت فمن يقول لنا أن العمارات الأخرى لن تنهار بما أن اللي بناها هو نفس اللي بناها وبأن الأرشيتكتير تاعها نفسها والمواد نفسها والخدامين نفسهم إذا في مخاطر حقيقية على العمارات الأخرى كنت أريد أن أجد لا أجد الفيديو كنت باش نسمعكم واش قالوا لكن لا أجده يعني رسميا كيفاش ردوا وإن كان طبعا لا يثق فيهم أحد آه، في موضوع آخر العربي الطاهر في يوم العشرين من معركة الأمعاء طبعا هذا أخونا العربي الطاهر حكمه لي 15 سنة ظلما وعدوانا في جعافرة وفاة الناشط ومعتقل الرئيس السابق العربي مضوي رحمه الله توفى قبل أيام بعد سنوات من الكفاح والنضال السلمي وبعد سنوات من المحاكم والسجون والاعتقالات جعافرة هذه حقيقة كانت مدينة من مدينة الثوار أيام الثورة وكانت مدينة من مدن الحراك أيام الحراك ولذلك انتقموا من أهلها انتقام شديد من الحراكيين اللي فيها والعربي مضوي مات وعمره ستين سنة وجنازته كانت يوم الخميس هذا اللي فات رحمه الله وتقبله في الصالحين إيران وهران عفوا تم إيداع سعيد بن دريس الحبس المؤقت قيد التحقيق كما قالوا دون ذكر التهم بسكرة تم إدانة معتقل رأي أحمد سعدي بعام حبس نافذة العاصمة تم تأجيل محاكمة عبد المنعم بن تركي معتقل الرأي عبد المنعم بن تركي إلى يوم 22 إلى يوم الثلاثاء 22 أكتوبر بجاية تم إطلاق صراح لياس الليش بعد أن قضى عاما كاملا في الحبس ظلما وعدوانا أحد الحراكيين الأحرار الثابتين وسجن أكثر من مرة وهو قضى سنة وخرج من زنزانة العصابات وفي جيجل قضى ما يسمى بالمجلس بعام حبس نافذ دون إداة في حق عبد السلام فنيط وهذه بعض حالات الناس والسكان رفقة الأطفال في <applause> ريموركا ####الحفلة تتاع الدراري هاني معاهم دروك أه باش نوريكم صورتي هاني وهنا راكب في التركتور هاي أه... الجزائر الجديده هذو هاو المره لقاو تراكتور باش يدوا الاولاد بينما نفس العصابات تبعث في السيارات المرسيدس اللي يدير لهم العجلات في الجزائر يبعثهم الى مالي وموريتانيا والنيجر على اساس انها دوله كبيره وعندها امكانيات وتقدم مساعدات في حين ان الاطفال كثيرين منهم يروحوا يمشوا هذه هذو كانوا محظوظين بينما هذو لم يكونوا محظوظين شوفوا اطفال يقطعون الطين يقطعون المياه الآسنة والقذرة باش يروحوا للمدارس. طبعا كاين أسر لمرات مرات كي كيكبروا شوية بناتهم ويوصلوا 12 سنة 14 سنة يمنعوهم من الدراسة لأنهم يخافوا عليهم من الذئاب البشرية. وهذا شوف هذه في العاصمة أحوال البلاد بمجرد أن تسقط قليل من الأمطار وهذه احتجاجات في توغرتس والناس صعدوا فوق المحطة البرية متعددة الأنماط لدوش مراد وهددوا بالإنتحار وهذا حيدرا شخص يحاول الانتحار أيضا أو هنا مانيش عارف إذا سفلك. هما خلعوها، هذوما راه الجو طلع. زاد لا. السلام عليكم أمي تبون، أمي تبون وراه الجزائر الجديدة، هاذيك العصابة ها بلدية القبة، هاي فيها عصابة هم يديروا لاليست، هم يديروها بقول لهم برا لاليست، بستيلو هم يمركوا فيها. أمي مدو لامبورت بالنادم أمي يدو العراية ولا فاميليا واحد ما كان يدع. سمعت أمي تبون وين الجزائر الجديدة هادية نوري أمي تبون وين روح يديروا لي رينيو ديالهم هادو عصابة عصابة في القبة هادو ولاد حومتنا عصابة عصابة يتبع في المير يتبع في المير والمير هدايا دوس ديجا دار ديكات ومن بعد كيفاش داها مير داها بالعصابه شراو العباد عم يتبعو دوكا تسمى هادي القبه كيفاش القبه هادي تقعد هكذاك القبه تقعد هكذاك وانتركت تتوجه لعمك تبون عمك تبون هو ثاني عصابة وجابوه بالرشوة وشفت الانتخابات الاخيرة تاع العهدة الثانية كانت كارثة والعهدة الأولى الشعب كان برا يقول تبون مزور جابوه العسكر عندما يكون رب البيت ضاربا للطبل فشيمة أهله الرقص عندما يكون رأس الدولة جاب التزوير فرأس البلدية ورأس الدائرة ورأس الكوميساريا ورأس الدرك ورأس يجوب بالرشوة يجوب بالتزوير يجوا بالفساد يجوا واش تنتظر لا تنتظر شيئا أو واحد خرج يقول لهم هذا الكلام والشعب راه عايش ما واش ياكل المال ما يا خوتي وما عندهمش الناس باش يغسلوا حاشاكم والناس راه متشردين اخوتي شوفوا هذا الفيديو وقولوا لي نتوما في التعليقات اذا هذه في غزه ولا في الجزائر الجديده اسمعوا اخوتي اسمها. يا تقول يا تقول يا اي جاير اي مش تو بابك اي حن علينا اي حن علينا إذا كان كثير من الأخبار اللي شفتوها الأيام اللي فاتت وسمعتوها والمواقف الرهيبة والمرات المجنونة ما تكفيش فإن هناك قرار مجنون آخر اتخذوه وخرج أمس خرجاته ليرانجيري أو اليوم خرجاته شركة الخطوط الطيران الجزائرية وش يقول يقول القرار من أن من 21 أكتوبر إلى 1 نوفمبر سيتم إلغاء مجموعة كبيرة من رحلات الدولية ومجموعة أخرى أكبر من الرحلات الداخلية وسيتم تحويل أكثر من 40 رحلة تغيير توقيتاتها إلى آخره إلى آخره والسؤال ما الذي حدث؟ يعني هذا نتكلم عن العاصمة ونحن نعرف أن مطار العاصمة هو أهم مطار يدير في هذا الوقت احد المجرمين تاع العصابه ما يسمى بالعقيد مديوني وراه مازال عندنا الملف تاعو جاي راني مازلت نكمل في بعض التفاصيل لا اريد ان اظلم اظلم اي كان لازم نكونوا دائما دقيقين حتى مع هؤلاء السفهاء والمجرمين اذا هذا المطار اللي راه يقود هذا مديوني واللي خرج يوما ما وقال على السحار وان يروحوا يضعوا قنابل ويقتلوا المدنيين وقال ما كاش مشكل في الدار البيضاء وفي في الرباط الى اخره خرجت لي وقالت انه من 21 اكتوبر يعني من بعد غدوه اليوم راه 19 يعني من يوم الاثنين الى اول نوفمبر تغييرات هائله اكثر من 100 رحله معنيه هو اصلا هي المفروض كون جينا في دولة مثل الجزائر يعني كاين دول أصغر بكثير من الجزائر فيها مئة رحلة في اليوم فيها مئتين رحلة في اليوم فيها خمسمائة رحلة في اليوم كاين مطارات اللي فيها سبعمائة رحلة في اليوم أو أكثر حتى إحنا مئة رحلة على مدة 12 يوم ما هو السبب؟ لماذا تلغون عشرات الرحلات الداخلية والدولية؟ وتغيرون مسار عشرات الرحلات الاخرى وتوجهون اخرين باش يروحوا الى مطارات في بجاية وقسنطينة ووهران الى اخره ما الذي حدث وش صرا ما قدمت حتى تفسير لكن يبدو يبدو ان شنغريحه اللي يفهم ان القوه هي البارود راح يدير استعراض عسكري ما برك بالدبابات كما داروا قبل ثلاث سنوات وبناقلات الجند وبالعسكر وبال لا هذه المرة راح يديروا بالطائرات أيضا وراح يغلق سماء العاصمة ويغلق... ويغلقوا أيضا لاروت موتونيير اللي هي ما يعرف ب لافوني لايلان شارع ال... جيش التحرير الوطني المعروف أهم شارع لما بين المطار ووسط العاصمة راح يغلق يعني كاين شوارع أساسية في العاصمة راح تتغلق من بداية من 21 أكتوبر من نهار الاثنين يحولون حياة العاصميين إلى جحيم ومش فقط العاصميين أيضا يحولون حياة المسافرين إلى جحيم كما قلنا ألغوا العشرات من الرحلات الداخلية والدولية ورحلوا عشرات أخرى إلى مدن أخرى أو غيروا له لها التوقيت في العاصمة لأن شنغريحة ما زال يعتقد أن القوة قوة دولة قوة مجتمع وقوة دولة هو عدد الطائرات وعدد الدبابات هذا منطق تاع مراهقين لما مراهق يشوف بأن القوة هي القوة العسكرية هذا منطقي القوة العسكرية ضرورية نعم أكيد لكن القوه العسكريه ما هي الا جزء من قوه البلاد من قوه الوطن من قوه الدوله ما هي الا جزء ما هو الاجزاء الاساسيه الاجزاء الاساسيه هي قوه الاقتصاد هي قوه المجتمع هي كرامه الشعب هي الصناعات هي التجاره المبنيه على اسس هي الشفافيه في الحكم هي اداره الحكم اداره حكيمه هي الدوله المدنيه هي الانتخابات الصحيحه وليس المزوره هو القضاء العادل او المستقل هو الاعلام المستقل هو الجامعات المتطوره هو البحث العلمي اللي تصرف عليه اموال ضخمه هو شعور الانسان بانه حر في وطنه هو عدم الشعور بالغربه في الوطن هو بناء التحالفات الخارجيه على اسس صحيحه هي ان تكون هناك عقيده عقيده للدوله عقيده للجيش عقيده قتاليه معروفه هو ان لا تكون حياه الجزائريين جحيم بالبراجات بالبروسيات بالمخدرات لكن لا شنقريحة وكمشة الجنرالات اللي معاه يعتقدون أنه كي خرج الدبابات ودرك يخرجوا الدبابات يكسروا الطرق تاع الجزائر اللي هي مكسرة تاع العاصمة وغيرها لكن هما مرة المرة طبعا العاصمة راح هذيك الطريق لا راح تولي رهيبة عاد بعقلية ستالينية هذه نتاع الاستعراضات العسكرية انتهت في العالم بقي شوية في كوريا الشماليه وثلاث دول ولا اربع دول اليوم الاستعراض دول تستعرض قدراتها مثلا في الذكاء الصناعي او الاصطناعي قدراتها في جامعاتها قدراتها في الشركات العالميه المسيطره على الاقتصاد العالمي في صناعه السيارات احنا مازالهم غارقين في صناعه السيارات قال لك راهم رايحين يجيبوا الشيري ما الشيري والسي... والناس ظهرت لهم باللي سيارات سبع سيارات الصينية ما تصلحش حتى باش تكون براود يعني لكن عندما تكون عندك هذه العقليه ويديرها مجرم حرب ومجرم ضد الإنسانية هو الذي يقود الجيش اليوم ويقود البلاد ويسمى سعيد شنقريحة اللي لدينا أدلة ثابتة بما قام به من جرائم سواء في الأخضرية أو في البويرة أو ما جاورهما عندما كان في البرومير بيبي كما يسموها البرومير بريغاد بلاندي الفرقة الأولى أو الفرقة الثامنة لو بيبي لما راح بالعباس ولما راح هو بالعباس ارتكب مجازر هائلة خاصة في غليزان ولكن أيضا في بالعباس مجاز الرمكة وما جاورها والخراربة وما جاورها معروفة فهذا المجرم مجرم الحرب اللي اليوم راه عمره بعد أشهر واللي عمره ثمانين سنة واللي ما يتحكمش حتى في جسده وفي أموره البيولوجية ويشخر في الاجتماعات شخ شخير مرات يوصل إلى 300 متر هذا الشخص يعتقد بأن قوة البلاد هو في طائرات الميك والسخوي اللي شاري مع الروس وراح يغلق الأجواء نتاع العاصمة ويغلق كثير من الطرقات في العاصمة ويجعل حياة العاصميين أو اللي يدخلوا العاصمة جحيم لأنه يعتقد أن هذه هي القوة طيب ولو كان الروس خاصة اللي راهم منزعجين منكم لأكثر من سبب ما يولوش يبيعولكم لكم قطع الغيار مش هذه الطائرات تحبس كلها لو كان الروس يوقفوا البروغرام الكمبيوترايزد اللي داخل الطائره من موسكو يقرروا توقيفه مش هذه الطائرات تطيح كما تطيح أو الاوراق لو كان صنعت انتهت الطائرات لو كان غير شاركت في صناعتها ما نقولوش صنعتها. لو كان والله قال طائرات اللي مثلا طائرات الميغ والسخوي اللي في الجزائر شاركت فيها الجزائريين في صناعتها عشرين في المية لنا هما ثمانين بالمية وإحنا عشرين بالمية وركبناها وأصبحت نقول وشاركنا بعشرين في المية ممكن يا جنرال أنت الرصاص وتشريه من برا يا جنرال لباس العسكر ويتخدم في الصين يا جنرال الكلاش وتشرى من برا الذخيرة نتاع مية وخمسة أو نتاع على بي جي ولا نتاع وتشرى من برا يا جنرال راك تنهب كل عام ربع الميزانية أنت ومن معك من سفهاء ومع ذلك لا إنتاج عسكري ما كانش ونفخ العجلات اللي راكم ديروا فيهم في تيارت لسيارات مرسيدس تبقى نفخ عجلات لان يأتي يجي كل جاهز من المانيا انتم غير تنفخوا العجلات ومرات يجي كل شيء جاهز غير العجلات مش مركبين حتى المنفوخين حتى في المانيا يا جنرال خلينا من المسخره هذه يا مجرم خلينا من التمسخير هذا هذا راه مصير شعب هذا راه مصير دوله هذا راح مصير حوالي خمسين مليون القوة العسكرية هي جزء من القوة لو كانت القوة العسكرية تنفع لنفعة الاتحاد السوفياتي الاتحاد السوفياتي كانت عنده أكبر قوة عسكرية في العالم وانهار كبيت كرتوني العمارة هذه تعبشار اللي انهارت هكذا انهار الاتحاد السوفياتي في الواحد وتسعين الاتحاد السوفيتي يومها كان عنده أقوى جيش بري في العالم وأكبر جيش من حيث المعدات العسكرية وأكبر جيش من حيث القوة النووية ومع ذلك هزيمة هزيمة النكراء في أفغانستان على أيدي الحفاة الأفغان كما هزم بعدها بثلاثين عام الأمريكان على أيدي الأفغان يا مجرم يا شنجريحة يا من أجرمت وقتلت واغتصبت ونهبت وما زلت تنهب يا من أفسدت وما زلت تفسد وانت عمرك ثمانين سنة رجل في القبر ورجل برا القوة العسكرية هي جزء فقط من الأمن الوطني من الدفاع الوطني لا ديفونس ناسيونال ولا سيكوريتي ناسيونال القوى العسكرية هي جزء منها مع مهمة لكن كاين أجزاء أخرى أنت صاير لك كأنه يجي واحد يشوف إنسان ويبدا يضخم له في إيده اليمنى ولا في إيده اليسرى يضخم فيها ويكبر فيها على حساب الأجزاء أخرى تاع الجسد ينحرف هذا الجسم يصاب بإعاقة الجزائر اليوم معاقة ذلك العملاق المقيد والمعاق الجزائر اليوم راهي معاقة نتيجة لهيمنة العسكري على كل شيء ولا ويا ليته العسكري اللي فاهم ويا ليته العسكري اللي فاهم العالم وفاهم الصراعات وفاهم الصناعات وفاهم الخصومات وفهم تحالفات يا ليته عمر كله قضيته ما بين الذبح في التسعينات وما بين الشطح في بشار والمخدرات والخمور من 2003 إلى 2018 وقبل 2003 وفي التسعينات كنت تذبح في الجزائريين في الناحية العسكرية الأولى والناحية العسكرية الثانية أيام لا بيبي بي وأيام لا بيبي. بي. ما الذي أوصلنا كجزائريين أن مجرم مثل هذا، قاتل مثل هذا، سفيه مثل هذا، تافه مثل هذا، ناهب مثل هذا، يتلاعب بالبلاد ويحكم البلاد قهرًا وقصرًا؟ هذا هو السؤال اللي لازم نجاوبوا عليه. وهذه هي المعضلة اللي لازم نجد لها حل. حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته